بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل الكفته في الحله زي ما عملتها معاكم في الروتين، وانتوا كتير قوي منكم قالوا لي يا هبه انت ازاي عملتي كفته في الحله وطعمها ايه ولازم تعملها لنا بالتفاصيل. النهارده هنعملها بالتفاصيل زي ما انت شايفاها كده، عايزه تتاكل اكل طعمها حكايه. على فكره انا كنت متجوزه جديد وحماسي كانت اول مره تعملها قدامي، بقيت في حاله ذهول زيكم بالظبط، يعني انا حاسه بيكم زي اللي حصل لكم بالظبط. كنت متخيله اللي هي هتعجن، اللي هي هتتكسر، اللي هي هتفك وتبقى لحمه مفرومه وتبقى حاجات كتير قوي، لكن النتيجه صدمتني زي ما انتوا شايفين كده. فضلت تعملها كذا مره قدامي لحد ما خلاص بقيت متجوزه بقالي سنه سنتين 3 سنين، لحد خلاص ما بقيت خدت منها الوصفه زي ما انتوا شايفين كده وقد ايه طعمها حكايه. غير لما بتعملي الكفته في الصينيه، غير لما بتعمليها على الشوايه، طعمها خرافه. يلا بينا نشوف المقادير بتاعتنا ايه، والطريقه سهله قوي وبسيطه جدا. اول حاجه معايا نص كيلو لحمه مفرومه. لحمه مفرومه اللي انت بتستعمليها، سواء بتستعملي بلدي او مستورد او اي حاجه عندك، اللي عندك اشتغلي بيه. ده كده معايا نص كيلو لحمه مفرومه، تكون نسبه الدهون فيها بسيطه شويه. معايا بصلايه كبيره بشرها في المبشره اليدويه، حبيت اللي انا اعملها في المبشره اليدويه بس من الناحيه اللي هي الناعمه مش الخشنه، اهي اللي هي بتنزل البصل ناعم قوي. وكمان معايا شويه كزبره وشويه بقدونس، بس كده. دي كده الحاجات اللي انا هحطها، حابه تضيفيهم ضيفيهم، مش حابه ما تضيفهمش، براحتك خالص. التوابل اللي انا هستخدمها معايا ملح، فلفل اسود، شويه كمون وشويه بهارات وشويه قرفه وشويه جنزبيل. حابه تحطي القرفه والجنزبيل حطيهم، مش حابه ما تحطيش. تمام كده، يعني لو مش عندك ما تحطيش، هي بتبقى شعرية كده على طرف المعلقة، مش عايزة خلاص بلاش تماما. وهعملها بايديا علشان خاطر ناس كتير قالت لي طب احنا هنعملها في الكبة هتطلع حلوة زي ما انت هتعمليها بايديكي؟ والله العظيم تطلع زي الفل، بس انا كنت ساعتها مستعجلة فحطيتها في الكبة بس كده، لكن انا هوريكي دلوقتي بايديا بتطلع عاملة ازاي. دي كده البصلة بعد ما بشرتها، هي البصلية كبيرة بس انا عشان بشرها ناعمة جدا فبين لك اللي هي حبة صغيرين. وحطيت عليها التوابل. كذا حد برضو سألني من غير بيض، من غير بقسماط، من غير دقيق، من غير الحاجات ديت. ايوه من غير الحاجات ديت، والله من غير اي حاجة، وبتطلع طعمها حكاية، لازم تجربيها. دي كده اللحمة المفرومة حطيتها على البصل وعلى التوابل، وهبدأ بقى اقلبها. وعيشي حياتك بايديكي، مش عايزة تستخدمي ايديكي حطيها في الكبة زي ما انا عملت في الفيديو بتاع الروتين. وتنفع جنب مكرونة، جنب محشي، تقدري كمان تعملي جنبها رز وخضار وهي تبقى في حلة لوحديها بديل اللحمة المسلوقة. يعني كده هي ماشية معاكي في كل حاجة. هحط بقى شوية البقدونس بتوعي، مش حابة ما تحطيش عشان في ناس كتير قوي ولادها ما بيحبوش الخضرة تبان في الكفتة، انا حبيت بس اطعم الموضوع شوية. وهقلبهم بقى مع بعض كويس جدا. بصي بايديا زي الكبة بالظبط، يعني مش محتاجة اي حاجة. خلاص كده هي خلصت معايا واتبلت وبقت تمام. هجيب بقى حلة، بس المرة دي جبت حلة كبيرة شوية عشان تبان كده في الكاميرا، لان في ناس كتير قوي شككت في معلوماتي وقالت لي هو انت ضفت لها مية؟ لا والله ما ضفت لها مية، هي نزلت المية بتاعتها. بصي كده بتبدأي تاخدي شوية صغيرين على ايديكي وبتصبعيهم، بس الصباع ما يكونش كبير قوي علشان خاطر ما يتكسرش منك او ما يتقطعش منك. بصي بالشكل ده كده على قد حجم ايديكي اهو كده، حلو قوي، لاني لسه برضو هيكش شويه. عايزه اقول لك بقى اللي هي بتتاكل جنبيها كده عيش سخن وشويه طحينه وشويه سلطه الطماطم، بتبقى طعمها حلو جدا 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 جدا، يعني فوق ما تتخيلي. كده خلصت الكفته بتاعتي، رصيتها كلها فوق بعضيها زي ما انت شايفه، والحله من تحت كان فيها معلقتين سمنه. السمنه مش سايحه، اول ما تحطيها على النار هتلاقيها هي ساحت مع نفسها. السمنه اللي عندك سايحه
حطي منها مفيش اي مشاكل، سواء كده او كده الاتنين شغالين، مفيش اي حاجة توقفك. هنحطها بقى على النار، بس اهم حاجة انت لما تحطيها على النار تبقى النار هادية جدا، وما ينفعش تسيبيها وتروحي تعملي حاجة بره، يعني ما ينفعش تسيبيها تروحي تنشري غسيل، ما ينفعش تسيبيها وتروحي تعملي اي حاجة بره، هترجعي تلاقيها اتحرقت. عشان نبقى على متفقين وعلى نور كده، تقفي جنبيها. اي نعم هي هتاخد سوا شوية، بس هتطلع لك احلى كفتة انت كلتيها. كده حطيتها على النار هادية جدا، نزلت المية بتاعتها زي ما انت شايفاها، طبعا كنت مغطياها. بعد ما نزلت المية بتاعتها خلاص هي اوريدي دلوقتي هتشرب المية بتاعتها. بعد ما بتنزل المية بتشرب المية بتاعتها، بتعلي النار سنة بسيطة عشان تتشوح بقى وتاخد لون معاكي، عشان يبقى شكلها حلو وكمان طعمها احلى. بص كده خلاص، كده المرحلة الاخيرة بتاعتها كده هي استوت تماما بالشكل دوت. خلاص هي مستنياها بس تشرب اخر شوية مية علشان خاطر اطفي عليها. خلاص دلوقتي بعد ما طفيت عليها وغرفتها في الطبق، قد ايه شكلها حلو جدا وطعمها احلى واحلى واحلى، لازم تجربيها. بس كده دي الطريقة، بسيطة جدا وسهلة جدا. لو عندك فحمية تقدري تحطيها وتغطيها كده وتاخد طعم الفحم، لكن هي من غير فحم طعمها حكاية. لازم تجربيها وترجعي لي تاني تقولي لي رأيك في كفتة الحلة ايه. بس كده بصي ما لزقتش معايا ولا اي حاجة، تقدري كمان تستخدمي السمنة ديت لو انت حابة، لو مش حابة خلاص. حابة تستخدميها في اي اكل تاني استخدميها، بتبقى طعمها حلو بس بتبقى نسبة الحدوقية بتاعتها عالية شوية. بس كده دي الكفتة بتاعتي النهاردة، اتمنى تعجبك والطريقة كمان تكون سهلة عليك وتعجبك. ما تنسيش تحطي لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.